بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. موضوع محاضرتنا اليوم مهم جدا ويتناول موضوعين موجودين مع بعضهم البعض، وهني مكملين عن موضوع الشرك في مسألة محمد وآل محمد صلوات الله عليهم، ومسألة تانية بموضوع التشخيص الشعوري الموجود حاليا في أساليب دخول إبليس على كثير من الأشخاص لحتى يكون في تبنيج من خلال موضوع الخيال. بالنسبة لموضوع الشرك اللي هو لمحمد وآل محمد صلوات الله عليهم، يعني اثنيناتهم أيها الأحبة موضوعين معاصرين لهذه الأشياء اللي قادمة، للحروب القادمة، الحروب الإبليسية الشيطانية الطاغوتية القادمة. وإن شاء الله بهذا الموضوع هنكون أقوى من ذي قبل بموضوع الشرح، لأنه الحمد لله تمهد كثيرا كثير من العلوم السابقة، مهدت هذه الأرضية اليوم لوجود كثير من الناس اللي خبروا هذه العلوم وتعلموها وعلوا فيها للوصول إلى بدء الوصول إلى المقامات اللي هي المقامات السليمانية الإبراهيمية، عفوا السليمانية، تذكروا الأربع الأشياء التي تدخل في علم الطاقة اللي هي الرمل الهواء والماء والتراب. هذه العناصر الأربعة لكل واحدة مرتبطة في نبي من الأنبياء، وهذا الارتباط نحن لما نحاول نسيطر على الغضب ونحاول نسيطر على الشهوة ونحاول نسيطر على العصبية ونحاول نسيطر على كل العناصر الموجودة فينا كلها، لازم نوصل لمقام أعلى اللي هي المقامات، اللي هي المقامات السليمانية العيسوية الموسوية اللي دخلت بكل نبي من الأنبياء، وآخر شيء الإبراهيمية، إبراهيم عليه السلام ومسألة النار. قبل الدخول بموضوع الطاقة، بموضوع التشخيص الشعوري وكيف يدخل إبليس، لأن هذه النقطة سوف تكون مهمة جدا ومفصلية في هذا الموضوع، أحببت أن أعرج على موضوع الشرك بموضوع أهل البيت سلام الله عليهم. كده من الأول نلتزم موضوع الشعور أنه أمامنا ناس أشخاص عم نحاول نحن نقنعهم أنه الله عز وجل ذكرهم في القرآن، ولا ما ذكرهم في القرآن. بدي لكم أيها الأحبة بمحاضرة خاصة وقاطعة بالدليل والعلم قادمة إن شاء الله وبقوة، أنه الله عز وجل ذكر أهل البيت بالاسم في القرآن الكريم، بعكس كل الناس الذين قدموا من قبل أنه لا ما ذكروا. اليوم إن شاء الله هنقدم بالدليل، يعني إن شاء الله في محاضرة قريبة قادمة بالدليل، بس ولكن تمهيدا لهذه المحاضرة القريبة القادمة سوف نتحدث عن موضوع الشرك. بيقول لك أهل البيت موجودين معكم أنتم، يعني أنتم مشركين بالله. ليه؟ لأنه هني موجودين، الله عز وجل لا يحتاج لأحد لحتى أنتم تقدروا تتواصلوا فيه معه، أو لحتى تقدروا تتوصلوا، أو لحتى تقدروا تعملوا أي شيء من أنتم الشيء اللي بتقدروا تعملوا. أي الأحبة، باختصار بكلمة واحدة، شوفوا هذه الكلمة، لولا وجود أهل البيت لولد الشرك. أنا لا أتحدث هون عن موضوع أنه هن علمونا الدين، لا أبدا، لولا وجود الصفات الخلقية الموجودة في أهل البيت لوجد الشرك. خليني أقول لك كيف، بموضوع تفسير القرآن الكريم عند السنة والشيعة، للأسف عند الشيعة للأسف، وبقولوا عند السنة موجودة، عندما يذكر الله يقول يقول العلماء كلياتهم تجلى ذكر الله في اسمه وصفاته، يعني الله عز وجل طلع عن الخلق عن طريق الاسم الذي هو الله، حتى لو بيقولوا هني مخلوق ولا مش مخلوق، مش المسألة هون، تجلى الله في صفاته اللي هي هذه. طيب أليست هذه الكلمة شرك؟ أليست هذه الكلمة بعد مفهومنا عن الله عز وجل، أليست هذه الكلمة شرك؟ آية أخرى، وكان قاب قوسين أو الأدنى، لما يقولوا لك كان بعيد عن الله قوسين، يعني مسافة قوسين، أليس هذا شرك بالله لأننا حددنا موقع الله؟ لما يتحدث عن الرحمة، أليس هذا شرك بالله؟ لا، لأنه تجلى الله عز وجل عن طريق الرحمة، مع أنه في آية كتب على نفسه الرحمة، تجلى بالرحيم، لأنه بسم الله الرحمن الرحيم تجلى. هني بقولوا لك هيك هذه الأسماء، عم بتحدث عن السنة والشيعة،
بيقولوا لك لا يحتاج الله عز وجل لأي من هؤلاء لأنكم أنتم مشركون. طيب أنا بقول لك اليوم لا عن موضوع التوسل، مش هتحدث لك عن موضوع التوسل ولا عن جوازه ولا عن عدم جوازه ولا عن مواضيع. لولا وجود أهل البيت ما كنا تعلمنا ألا نشرك بالله. كيف؟ بيسألني واحد كيف يعني لولا نشرك بالله؟ يعني هو إنه ذكر الله تجلى في صفاته، ذكر الله وليس الله يتجلى في صفاته. الله عز وجل، الله عز وجل كخالق، كيف نستطيع نحن أن نفهم هذا الخلق؟ كيف نحن نستطيع أن نفهم هذا الخلق؟ فالله عز وجل يخلق لنا هذه الصفات الموجودة ويجسدها، هذه الصفات التي يتجلى فيها ذكر الله ولا يتجلى بها الله. فهمتوا كيف؟ حتى بالاسم وحتى بالصفة. يعني الحبة اليوم نحن نطرح علم مختلف عن كل العلوم التي قدمت من قبل، عن أول مرة يطرح بفضل الله عز وجل وبقدرة الله عز وجل وبمن الله عز وجل، بعد كثير من التشخيص اللي صار على كثير من العلماء في السابق والكثير من العلوم الموجودة اليوم المتحدة المتواصلة مع بعضها البعض، نقول إنه الله عز وجل حتى في كلمته اللي هو خلقها، الله هي مخلوقة. عندما يتحدث عن الله، الله هي كلمة مخلوقة. صفات الله الرحمن الرحيم هي صفات مخلوقة. المئة اسم في الموجودة في أسماء الله الحسنى كلياتها صفات مخلوقة له، ليكون تشخيصها لذكره نحن لحتى نقدر نعرفها بالطريقة التي يريد أن يقدم نفسه لنا الله. فلولا وجود هذه العناصر، هذه الصفات اللي هي موجودة في أهل البيت سلام الله عليهم، كان الله عز وجل أشرك به لأنهم رفضوا صفاته وجعلوها مباشرة لاسمه. يعني مثلا بيقول لك شو تجلى الله في صفاته، وهذا شرك. السنة لما أقول لك تجلى الله في صفاته الشرك، ذكر الله تجلى في صفاته هون هو كل الإيمان. الأسماء الحسنى لما نقول هي تجلت، أقول لك الرحمن هو محمد صلى الله عليه وسلم، أنه كتب على نفسه الرحمة. لما بيجي عند علماء بيقول لك هنالك الذات وهي مخلوقة لله، لأن الله عز وجل ليس له ذات. ويجي بيقول لك العلماء هنالك كنه الذات، كنه الذات يعني ما عم يقدر الشخص هذه الذات لهذه الخالق. فشو بيقول لك؟ فهذه كنه الذات اللي خلقت هذه الذات اللي هي مخلوقة لله عز وجل، اللي هي شخصتها عن طريق أسماء الله الحسنى. فنقول أنه واجب الوجود لمعرفة الله عز وجل بوجود أهل البيت سلام الله عليهم، وهذا شيء قاطع. وهذا إن شاء الله في المستقبل أستطيع أن أعطي كثير من الأمثلة عليه، وأستطيع أن نقول لأول مرة وبقوة أنه الشرك بعدم اتباع هؤلاء الناس، مش الشرك برفضهم وتشخيصهم أنه ناس عاديين أو عباد مكرمون أو الأمور، لا، هنالك الله عز وجل تجلى عن صفاته من غير مخالطة، من غير مخالطة بها، لأنها تشخيص لأله نحن، لأنه تشخيص خلقي لحتى نحن نعرفه بالطريقة التي عرف نفسه بها. والطريقة التي عرف نفسه بها هي معنى من معاني الولاية الكبرى التي جعل الله عز وجل بهم، لأنه لا يدرك إلا من خلالهم وبهم ومنهم منهم وإليهم. يجب أن نفهم هذا الموضوع الأحبة بطريقة مهمة جدا. وإن شاء الله نتحدث أكثر وأكثر. أنا بنتظر أسئلتكم، يعني اليوم موجود على اليوتيوب مباشرة، بنتظر أسئلتكم وأي شخص بهذا الموضوع. إن شاء الله الكتاب اللي حينزل قريبا بهذا الموضوع، بموضوع شرح القرآن الكريم بالبدايات صوره، عم بيكون في هنالك صدمة كتير كبيرة بموضوع تعريف الله عز وجل. هو موضوع بهذا الإطار الشركي الكبير أيها الأحبة، للأسف، لا لأنه لم نفهم حقيقة أهل البيت. عندما نفهم حقيقة أهل البيت أكثر نعرف الله أكثر. في ناس كتير بيقولوا لي أيها المغالي، لي أنا بقول لهم بعد ما شفتوش شيء، مش هذا مش مغالاة أبدا، بتعريف المغالاة من قبل، بعد ما شفتوا شيء بهذه الأمور اللي هي
كيف الله عز وجل جعل هذه الصفات موجودة بهم لكي يدرك الخالق، لكي يدرك، مش بس يدرك الخالق، لكي يدرك ذكر الخالق، لأن الله عز وجل لا يتجلى بشيء أبدا. وحتى لو كان بيقول لك موسى وهونيك تجلى بموضوع آخر وآخر وآخر، لا، فقط لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه كل آيات يبقى حجاب. وتبقى الآية هي الدليل: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، يوحى إلي أنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم أنما إلهكم، لكن لا يوحى إليكم إلا من خلالي أنا. هي قلت لكم من قبل أنه كلهم أنبياء ورسل محمد صلى الله عليه وآله وسلم بأمر من الله عن طريق محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فيبقى هم طريق الله، والذي يستغني عنهم يستغني عن الله، لأن حتى كلمة الله هي كلمة ولائية مخلوقة للخالق العظيم، والذي يقول لك من خلال هذه الكلمة المخلوقة أنه لا تستطيع أن تصل إلي، ولا تستطيع أن تصل إلى معنى الربوبية، ولا تستطيع من بعد أن تصل إلى معنى الألوهية إلا عن طريق الولاية. مش الولاية هون أنه هن اتباعهم لآل محمد بس على العمياني، لا، يعني اتباع الله والوصول إلى الله يكون عن طريق تطبيق علم الولاية. الولاية اللي احنا شرحناها من قبل، ولاية الأم على أولادها، ولاية الأب على الأمرأة وأولاده، ولاية السلطان على هذا المجتمع، وكلايات كيف يكون ولاتهم للإمام الموجود المعصوم خليفة الله في أرضه، وهذا كلياته كيف يكون الولاية تابعة مباشرة لموضوع السيدة الزهراء سلام الله عليها، لأنها هي المسؤولة عنهم بحكم هذه الولاية. وأخطئ كثير من الإخوة حتى من الذين يطرحون هذا الموضوع على قناتنا أن السيدة الزهراء ليست إمام بمعنى الإمامة العادية المعروفة، بس هي نفس الولاية أيها الأحبة، وهي المرتبطة برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والإمام علي، لأنه التسعة المعصومين من ولد الإمام حسين خارج الإطار الكسائي، ويجب أن يدخلون من موضوع السيدة الزهراء، لأنه السيدة الزهراء هي مفتاح باب علم رسول الله، مفتاح الباب يعني مفتاح علي للوصول إلى رسول الله، لأنه شو؟ لأنه هو الظاهر والباطن. فإذا كانت هي إمام ستكون معادلة لهم، ولكن إذا كانت شيء مفتاح باب علم رسول الله بكون شيء آخر، لأنه هي معدن الوجود ما بين علي ورسول الله صلى الله عليه وسلم، بالحكم اللي أنا شرحت لكم يوم قبل عن طريق الجمال المقدس، من علي لمحمد روح، ومن محمد لعلي حور، عفوا بالعكس، من محمد لعلي روح، خلقت الروح، ونفس الأحرف من علي لرسول الله روح حور، عفوا. فهي الأمور كلها أيها الأحبة يجب أن تفهموها، لأنها أمور تراكمية موجودة بكثير من الأدلة في المحاضرات السابقة، لأنه لازال كثير من الإخوة يأتون إلي ويقولوا لي أعطينا الدليل، وهذا الدليل صار 10 سنوات بطريقة تراكمية، لا أستطيع أن أذكر بكل محاضرة كل الدليل بكل الأوقات وبكل الأحاديث، لأنه بيصير شيء تراكمي. طيب، الروح لا يملكها الكافر، نعم 100%، الحمد لله، هذه الأخ شمس المهدي يعرف الموضوع. طيب، بالنسبة للحرب اللي هي موجودة اليوم أيها الأحبة، بتمنى أنه تفهموا موضوع الشرك الذي لا يتبع رسول الله، يعرف الله بطريق الشرك، والله عز وجل أراد لنا معرفتهم لحتى نحن نخرج الله عن طريق الأشياء اللي هي موضوع عليه، وحتى لو وضعها العلماء، لأنهم لم يفهموا أهل البيت على حقائقهم النورانية، هن حاولوا تشخيصها بمعارك علي، حاولوا تشخيصها بمعارك رسول الله، بالسياسات، بالأمور، ولكن ما فكروا بالموضوع النوراني الأساس الذي خلقوا من أجله لحتى ينفوا الشرك عن الله، ولكي كل شيء ينسب لهم. مثلا برجع بعفوا بعيد هذه النقطة نسيتها، موضوع مثلا القدرة، الله عز وجل خالق، موضوع القدرة هو أقل من الخلق، فكروا يا أحبة بهذه المعاني، معاني القدرة أقل من الخلق. مثلا لو الله عز وجل بالمباشرة خلقنا، لكلنا خلقنا مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله يخلق كاملا. لو الله خلقنا بالمباشرة، انتبهوا، ما خلق الخلق عن طريق شخص آخر، فهمتوا كيف؟ لو خلقنا نحن كلياتنا، ما بيجي حدا مننا معاق، ما بيجي حدا مننا مش كامل، ما بيجي حدا مننا مش نوراني، ما بيجي حدا مننا
فهمتوا كيف؟ فيجب أن يكون أليس الله أحسن الخالقين؟ لك بالقرآن يعني في خالقين آخرين. العلماء بيطبقوها بيجيبوا لك بيقول لك ايه في علماء اخرين، ما شوفوا بالقران ابراهيم عليه السلام جاب 4 طيور ذبحهم، شوفوا تبوا رقم 4 من اول وجديد، 4 طيور ليه؟ لانه العناصر الاربعه، ذبحهم وضعهم على جبال، كل جبل كمان له تمثيل بمعنى الباطن، ورجع قال لهم كونوا فرجعوا صاروا هيئه الطير وطاروا. هي هو خلق؟ لا هو ما خلق، هون هو الخلق هو ايجاد شيء من لا شيء، هذا إعادة إحياء مش خلق. فإعطاء العلماء لهذا المثال لا يمثل حقيقة أيها الأحبة، فلأنه نحن موجودون بهذا العالم لنمتحن لنصل إلى معنى الإلهي الله عز وجل. كل ما نتعمق بمعرفة محمد وآل محمد كل ما يترك الشرك عن الله، لأنه وضعوا له يدين، لما قال يد الله مغلولة قالت اليهود يد الله، وضعوا له عينين، وضعوا له يد، وضعوا له وجه، وأشرقت الأرض بنور ربها، وضعوا له كل أشياء. طيب إذا نحن وضعنا محمد وآل محمد بهالنقطة، نلاقي كل هذه الصفات موصوفة بهم، مثلا قاب قوسين أو أدنى، قاب قوسين أو أدنى من مين؟ من النور المحمدي الأساسي، نور المحمدي الظاهري والباطني من علي، لأنه مذكور بالقرآن شو؟ مذكور بأحد الزيارات، بأحد الأدعية، قاب قوسين أو أدنى من العلي الأعلى، لأن هنالك محمد الأعلى، محمد الملكوتي، لأول مرة يطرح اسم أحمد الملكوتي بالعلوم الدينية، لأول مرة يطرح اسم العلي، علي بن أبي طالب الأعلى اللي موجود فوق. ليه؟ لأنه هنالك تشعب ونحن موجود منها على الأرض لحتى نحن نقدر نتبع مفهوم الإلهي. ليش أنا عم كرر لأول مرة أيها الأحبة؟ لأنه نحن لازم نفهم أنه هذه العلوم هي علوم تمهيدية حقيقية لصاحب العصر والزمان، لوجود كمية هائلة من الضلال الموجود على الإنترنت اليوم الذي يريد إضلال كل الناس به عن طريق التشخيص الشعوري اللي هلأ أنا جاي فيه مباشرة بعد هذا الشرح. فملاقي كل الأشياء التي جعل الله عز وجل من خلال القدرة ومن خلال اليد ومن خلال الوجه ومن خلال النور ومن خلال الرحمة ومن خلال القوة والغضب، وهي كلياتها هي كلياتها مخلوقة لله ولا تمثل الله، هي تمثل ذكر الله. الله عز وجل لا يتمثل بها، ذكر الله يتمثل بها، لأنهم هم ذكر الله، هم كلماته وهم ذكره وهم شو اسمه. فنحن لما ننفي هذه الأمور عن الله كلياتها يكون قد نفينا الشرك عن الله، فيكون الذين رفضوا أهل البيت مشركون لأنهم يشخصون الله بأشياء لا يجب التشخيص بها. كيف يكون بيقول لك رجال الدين الله لا يعد لا يحد لك، بعدين بيقول لك وكان قاب قوسين وأدنى من 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 الله. طب كيف بده يكون من الله؟ يعني بيكون موجود بمكان معين. فها هو المعنى أيها الأحبة الذي يجب أن تفهموه، يجب أن تفتخروا به، يجب أن توصلوه لكل الناس. طيب بالنسبة للتشخيص الشعوري أيها الأحبة، التشخيص الشعوري اليوم نحن نمر برؤية إبليس من العين للعين. نحن اليوم موجودين بعد وجود هذه كل القنوات، كل التواصل، مراكز التواصل الاجتماعي، اليوم كل واحد عنده يا علم حقيقي يا مرض نفسي بيطلع على الإنترنت، وكثرت كثير هذه الامور، كثرت كلياتها. فنشأت علوم كثيرة، قال لك في علم اسمه الايزوتريك، في علم اسمه علم الطاقة، في علم اسمه كذا، في علم اسمه علوم كثيرة وامور كثيرة، وبتلاقيها كلياتها فايتة ببعض البعض. يا الحبة جبت كتب من هذه الكتب، صرت افتح هذه الكتب، لاقي انه شو عم بيصير؟ عم بيصير ايها الحبة استبدال معلومات بمعلومات اخرى بطريقة غير علمية، بطريقة شعورية، بطريقة التبنيج الشعوري، كلياته بطريقة التبنيج الشعوري. بالنسبة لمواضيع علم الطاقة تبنيج شعوري، بمواضيع كذا طب لما تفكر بهذا الموضوع بتلاقي ليش نحن عم بيصير فينا بالتحديد هيك كمجتمع إنساني كامل، مش عم بتحدث عن اليوم عن عرب ولا عن مسلمين، كمجتمع إنساني كامل شو عم بيصير بالتحديد؟ عم بيصير استبدال أشياء بأشياء عن طريق التشخيص الشعوري للإنسان. ليش؟ الإنسان بطبيعته إنسان شعوري، كائن
معنوي، يعني بحب الأمور المعنوية وبحاول إيجاد تشخيصات لإلها عن طريق الشعور. مثلا في واحد من أحد الإخوة فتح موقع على الإنترنت ويوجد الكثير من المتابعين له. شو عمل؟ قال إنه شو سمى، يمكن اسمه الطريق إلى الله الأعظم ومش عارف شو. طيب من ضمن الأشياء اللي بيدرب عليها الناس شو؟ بجيب ورقة بيضة بحطها، بصورها هيك، بيعملها صورة، بقول لهم ماذا ترون في الصورة. فشو بيصير موضوع الخيال. واحد بيقول له أرى شجرة مقطوعة، واحد بيقول له أرى حدا يعدم شخص آخر. هي شو الموضوع؟ إنه الكاميرا الريزولوشن، يعني الصورة لما تكون تخف الريزولوشن فيها، يعني تخف الجودة اللي لها، بتلاقي فيها صفار. الصفار هو شو؟ دليل على انه الريزولوشن واطي بجزء منها. فكثير من الاخوة صاروا يشغلوا خيالهم بالموضوع. مسألة تشغيل الخيال ايها الاحبة بمواقع التواصل الاجتماعي على مسميات الهية او غير الهية هي من اكثر الاشياء المضرة في موضوع التشخيص في ذكر الله عز وجل اللي ذكرته اول شيء. لماذا؟ لانه كل واحد بيصير يحاول يشخص شيء موجود بطريق إدراك شعوري غير موجود. يعني إذا أنت شفت ورقة بيضة تريد من خلال هالورقة البيضة مش موجود عليها شيء أن تجد شيء آخر بخيالك، يعني أنت غير مؤهل للمعرفة الحقيقية الإلهية. ليه؟ لأنه هي قال لك شو هيدي؟ هي ورقة. شوفوا موسى عليه السلام شو قال له ما تلك بيمينك يا موسى؟ ما قالوش هذه يمكن أن تكون عمودة كهرباء، أو هذه أتت من شجرة قصوصة، أو هذه أتت من الجنة المبروشة، فهمت علي كيف؟ أو أتت من كذا، وبلش يشخصها وبلش يبرمها ويمكن أن تكون مخود سفينة أو فهمت؟ شو قال له؟ إنها عصا أتكئ عليها ولي فيها مآرب أخرى. هلي قال له يا إذا قالك واحد شو هي هالورقة؟ ورقة بيضة ما بداش خيال. ليه؟ لأنه في محاضرة تحدثت عن الفتح والجد والخيال. أيها الأحبة إذا بتكون يوصل لكم الفتح، الخيال لازم يقل كتير 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 إذا ما عدمتوه. كل ما أنتوا سيطرتوا على موضوع الخيال، كل ما فتح موضوع الفتح أمامكم، الفتح الحقيقي الإلهي، إذا كان محاط بصدق النية والإخلاص والتوسل إلى الله عز وجل بأهل البيت سلام الله عليه، بضيع موضوع جسمه. موضوع العلوم الإلهية تحتاج إلى أغلاق الخيال. ليه؟ لأنه باب من أبواب التشخيص الشعور اللي بيدخل عن طريقه الشيطان لزرع وزور سوف تقضي عليك لاحقا. نعم هذا موضوع ورقة، أنا أقول لك عن مواقع، آلاف المواقع الإلكترونية فيها كثير من الأشياء الخاطئة والمعلومات الكاذبة. بس نحن ما بنسأل المواهي. مثلا بموضوع الإيزوتريك ان شاء الله بحاجب لكم الكتب وفرجيكم عليها. سؤال هذا الماستر بالإيزوتريك قال له واحد شخص، قال له ماذا كان يفعل الخالق قبل الخلق؟ تصور، يعني هذا سؤال ديني موجود في علم. قال له الأكوان هي أكوان موجودة وأكوان متحركة. الأكوان المتحركة هي في حالة خلقية دائمة. طيب هذا الكتاب طبعة الخامسة أو السادسة، عملت بحث عليه لقيت كثير من الناس يضعون ما شاء الله من الكتب التي تتحدث لنا مباشرة وتسلط الضوء على الموضوع الخلقي، وأخيرا اكتشفنا أنفسنا وعرفنا أنه إحنا الطاقة المهمة في الوطن وفي الكون كليات ونحن جزء من الله. هني هيك بيقولوا، بصيروا يقولوا بهالطريقه، بصيروا يقعدوا يحرفوا ويعملوا ويسووا لحتى الوصول الى هذه النقطه التي اتحدث اليكم معها اليوم. ليه؟ لان هؤلاء الناس اخذوا الناحيه الشعوريه بدل بعلم الطاقه يستعمل ناحيه انت تقدر، انت تستطيع. نعم انت تقدر، الدين بيقول لك انت تقدر. المؤمن الله يحبه المؤمن القوي، الله يؤمن. انت لما تكون بلغوا عني ولو ايه، شو يعني بلغوا عني ولو ايه؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيقول لك بلغ عني ولو آية. شو يعني؟ يعني أنت لما تكون متمرس متمكن من الدين
تستطيع التبليغ الآيات، تستطيع تبليغ الأخلاق الحميدة، تستطيع الانطلاق في الحياة. مش إنه إجا الرسول لحتى يسكرك، لحتى يوقفك. فنقف هون أمام وجود إبليس يضع في التشخيص الشعوري شيء سوف ينبت لاحقا ليقتلك. وهذا أيها الأحبة أول مرة في هذا في اليوم في عالمنا يحصل. من حوالي 7 سنوات 6 سنوات قلت سوف يظهر إبليس أمامنا عين وجه بوجه وعين لعين، وسوف يظهر عيانا. أيها الأحبة ها هو اليوم يظهر أمامنا عيانا. ولا أتحدث اليوم عن موضوع تجسيم أنه ليك الشيطان كيف يتحكم هؤلاء، لا، هو يظهر أمامنا عيانا بكمية الزراعة في التشخيص الشعوري اللي عم بيصير للناس كلياتهم في آلاف المواضيع. ليه؟ لأنه نحن كائن حشري بحب يعرف كيف الأمور كلياتها بتصير. بيقول لك طيب علماء الدين ما عم يعطونا اللي احنا منا إياه، ما عم يعطونا اللي قادر يعطوه، اللي يعطيه كل بدكن إياه. طول الوقت شغلينه الناس بالأحلام، وشغلينه بالتفسيرات، وشغلينه ما رأيك في الموقع الفلاني، وما رأيك في الموقع الفلاني، ومتروك كل الناس متروكين برا، لأنه في مجموعة من الناس شغلتها إبليس بسلطها على الناس الباحثين لحتى يشغلوهم طول الوقت، لحتى يقعدوا يعملوا لهم أفلام وحب وأمور كلياتها بتسلطوا عليهم. وهذا التسلط شو بيصير فيه؟ بيصير انه هؤلاء بيضعفوا بيموتوا، بيموت وهجهم، هذا الوهج اللي الان نحن في وسط الظلام الدامس اللي موجود نحن هلا اللي موجودين فيه. فيا الأحبة انت اليوم لما تدخل لمواقع التواصل الاجتماعي كل انت لست مجبر على قراءة شيء منه، انت لست مجبر على قراءة شيء منه. اي شخص يتحدث في الطاقة وعلى مسؤوليته وضمانتي أمام الله عز وجل، جيبوا لي أسماء وبفرجيكم وين الموضوع. على مسؤوليتي أمام الله عز وجل، أنتم غير مجبورين تفوتوا عليها، ما حدا عم يطالبكم تفوتوا عليها وتتعلموها. لا تخلوا موضوع الحشر والخيال يفوتكم بمواضيع فيها عدم إفادة في حربنا مع النفس. شوفوا لما العلماء العرفاء الكبار شو كانوا يعملوا لما يجوا مع النفس، كانوا يوقفوا موضوع الرحمة الإلهية. مثلا هلا انت بتشوف تقعد مع واحد بتقول له بتعرف انه الله، بتعرف انه هذا الموضوع حرام؟ بقول لك ايه بعرف حرام، بس الله ارحم الراحمين. طيب الله ارحم الراحمين بشروطه هو، مش بشروطك انت. هذه الرحمة ما بتنزل بشروطك انت، بتنزل بشروطه، بشروط الله عز وجل. هو ارحم الراحمين بشروطه مش بشروطك انت. كتكليفك الشخصي انك تقمع هذه النفس، انت تقمعها بطريقة شو؟ بطريقة تقدر تستفيد منها لتكبير شيء معين. اليوم اللي شو عم بيصير؟ بيصير انه نحن نقنع حالنا بالخيال التشخيصي الشعوري اللي هو اساسه هاي العلوم كلياتها، لاني بقدمه لكم اياها علوم، هي مش تطول، هي وهم، هي خيال. ايها الحبة علوم الطاقة كلياتها، وبجيب لكم الكتب اللي موجودة واقسم لكم فيها وبفرجيكم فرجيلكم كل سطر منها انه كلياتها قائمة على الباطل، كلياتها ما إلها وجود، كلياتها خيال، كلياتها خيال. يا الحبة هذا الشخص اللي جاب الكتب الايزوتريك، في 4 كتب هعرضهم بمحاضرة، هفتحها اقربهم الكاميرا على كل صفحة، حطلكم تحت منها شحطات حتى فيها مغالطات علمية 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 عادية، ما بتحدثكم عن الموضوع المعنوي لأنها مبنية كلها على خيال غير حقيقي. اليوم الجن يحاربنا بهذا الموضوع. اليوم أيها الأحبة شو عم بيصير بالتحديد؟ وهذه معلومات حقيقية مؤكدة، مؤكد منها كلها. كل شخص موجود على الإنترنت عنده قناة لديه تأثير معين على الناس، سوف يدخل به هذا الشرك الجني، هذا الشرك اللي موجود، هذا الشراك اللي موجود لحتى يوصل للشرك الأكبر لاحقا في حربه ضد الإمام، لحتى يقدر يزرع الخيال أكثر، لحتى يقدر يزرع الخيال الباطل اللي بيقول لك الله أرحم الراحمين. بس تعرف شو؟ نحن طاقة، نحن زبزبات، نحن كذا، نحن طاقة وزبزبات مظبوط، بس بأي طريق؟
بطريق اكتشافنا لأنفسنا لاكتشاف الله عز وجل، وليس في تقديس أنفسنا. لما بيجوا ناس بيقعدوا يقول لك طول الوقت هذا الشخص أرسل لي طاقة، كيف أرسل لك طاقة إذا هو لا يحتوي أصلا على طاقة كي يرسل؟ بتعرفوا شو هي الطاقة أيها الأحبة؟ هي الروح. إذا شخص غير متدين حقيقي وتقي، الروحانية الموجودة فيه هي اللي بتعطيه هذه الطاقة. إذا هو غير متدين كيف سوف يعطي هذه طاقة إبليسية؟ لما في ناس بيبعتوا لي، هؤلاء تبع الطاقة بيتحدثوا طول الوقت لحالهم، بيقولوا عن الطاقة تشخيصاتها، بيتحدثوا انه هذا الشخص ارسل لي طاقة، اليوم اشعر بسعادة رائعة لانه ارسل. كيف تشعر بسعادة رائعة؟ لانه هذا هو الخيال الشيطاني اللي عم يدخل فيك، الخيال الشيطاني، البعد عن الله عز وجل، البعد عن طريق الله عز وجل. لا تنسى انك انت ماشي بممر، انت مش موجود هون بمستقر، انت بممر. هذا الممر مليء بالانحراف اللي انت موجود فيه. هذا الممر مليء بالانحراف، مليء بناس سيتسلطون عليك ليلة نهار، يتسلطون عليك بكل شيء أيها الأحبة. يتسلطون عليك بالجنس، يتسلطون عليك بالغناء، يتسلطون عليك بالمبادئ الفاسدة، بالخيال الغير حقيقي. هذا هو الأشياء الموجودة. طيب منشوف الإخوة. شوف أنت لما تكون عم تتحدث بموضوع معين بتلاقي أخ مشغول بشيء معين. مثلا الموضوع اللي دايما هلأ موجود هي المواضيع الغريبة، شو هي المشوقة اللي هي شو اللي هي اللي بتخليك أنت طول الوقت تستعمل الخيال. مثلا شو هي المواضيع؟ أخ عم يسألني، تحدثنا عن تجربة ما بعد الموت. طب أنا بدي أسألك سؤال أيها الأخ، أنت على أي أساس تقيم هذا السؤال؟ أليس سؤالك هو خيالي؟ في ناس راحت للموت واجت، هول طلعوا لك على التلفزيونات بقنوات لحتى يقدروا يزيدوا انتاجه، مش اسمه، اجوا على الارض وحكوا لك يعني شو صار معهم، وصلوا لمكان وبعدين رجعوهم. انت بتعرف انه الموت لما يحصل ترى الحقيقة الكاملة؟ نعم هنالك درجات في موضوع الموت. يعني الله عز وجل مثلا لما تطلع الروح من الجسد، إذا طلعت الروح لحالها من الجسد بكون في ملاك أنت مش شايفه لهذا الملاك، بس بترجع بتشوف شيء معين وبترجع. بس ولكن الموت الحقيقي هو موت لما يكون رسول الله أو الإمام علي، إذا كان الواحد على مستوى، إذا كان مستوى أقل بكون عزرائيل عليه السلام، إلى المستوى الأقل يرسلوا ملائكة عذاب بطلعوا الروح. كيف بدها ترجع هذه التجربة؟ شفتوا هذه المواضيع اللي عملكن عنها الخيالية، اللي تحدثت لكم عنها، هي الخيالية اللي بتضيع حقيقة الإيمان، لأنه أنت سوف تقيم إيمانك على موضوع المواضيع الخيالية. تحدثنا عن القبب السماوية، تحدثنا عن الموت، تحدثنا عن تجارب الفضائيين، تحدثنا عن تجارب الأرضيين اللي عايشين تحت الأرض، تحدثنا عن المذنبات اللي هي جاية، تحدثنا عن العواصف اللي حتطلع، تحدثنا عن الزلازل، زلازل والبراكين، حدثنا عن التسونامي الكبير، تحدثنا عن المؤامرات الحكومية، حدثنا عن المؤامرات الماسونية، حدثنا عن كذا، حدثنا عن كذا. كلها أمور خيالية، نعيش في خيال خيال خيال، ولا يوجد فيه أي حقيقة على الأرض. لكن هذا لماذا يفعله إبليس؟ لكي تلتهي عن موضوع التعبئة المهدوية الحقيقية للنفس. أنت كشخص مؤهل، تريد تؤهل نفسك للإمام المهدي، تؤهل نفسك للإمام المهدي بمعرفة ماذا يحصل بعد الموت، تؤهل نفسك بمعرفة لغات الفضائيين مثلا، تؤهل نفسك كيف كذا وكيف كذا. هذه كلها مطروحة بكثرة على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى اليوتيوب وعلى هلأ عم بكل الفضائيات. ليه؟ لأنه إبليس يريد إشغالك في أشياء غير حقيقية، في خيال، بتعيش في خيال لكي تصل إلى مكان الشرك. وإلا هذه الطاقة الموجودة بالأرض كلياتها لماذا تأتي؟ ليش موجودة هي على الأرض كلياتها اليوم؟ لماذا هذا المرض الموجود على الأرض ليش إجا؟ لأنه هنالك فساد
معنوي، فساد مادي، فساد في العائلة، فساد في العلاقات الاجتماعية، فساد في العلاقات العائلية، فساد في علاقات الأمم كلياتها ببعضها البعض. عشان هيك موجود وسوف يأتي أكثر وأكثر. مش عم بقولك عشان تخاف، لا، عم بقولك عشان تحضر حالك. حضر حالك أيها الأخ العزيز، الأخت العزيزة، صوبوا المواضيع المهدوية الحقيقية. المواضيع المهدوية الحقيقية بتعرف شو هي؟ هي تربية النفس فقط. مش مطلوب منك أنه أنت تكون، مش مطلوب منك أنه تكون أنت عالم بالأمور الغيبية أبدا. نعم نتحدث بها من خلال الثقافة العامة، من خلال إلغاء التشخيص الشعوري الشيطاني اللي عم بيصير في العالم كلياته، بس ما بنتحدث فيها من خلال لبس لنملي وقتنا ولنخليها شيقة. طيب في أخ اسمه شمس المهدي، يمكن هو أخ أو أخت. هذا الأسد اللي عم تحدث عنه تحت صفات المؤمن اللي حملها الأسد يعتبر خيال، أكيد خيال. ولماذا يعني أيها الأخوة، يعني بديش أن يفوت بموضوع هلأ، بوسع أكثر من أكثر. هذه الأمور اللي عم تنتشر على الإنترنت، تعرفوا لها شيء خيال؟ يريد أنت موجود أمامك أمير المؤمنين. نعم نحن بفترة من فترات التهينا بمعاركه. إجت فترة الوهابية صاروا يعملوا مواقع تواصل اجتماعي لحتى القضاء على الشيعة. إجوا الشيعة الحمد لله عملوا كذا كذا وقدروا ينتصروا عليهم. نعم اختفوا هوديك كلياتهم لأنه المد السعودي الوهابي وقف الدعم. هوديك شو بدهم يعني، بهمونش الموضوع المذهبي أكثر ما بهم الفتنة. خدوا الصهاينة الموضوع لحتى يقدروا يكملوا مع الموضوع الفتنة. صاروا يشدوا الموضوع على الشيعة أكثر لحتى يصير في حرب شيعية شيعية، وصار في ألفاظ بين بعضهم، هؤلاء البتريين، هؤلاء الكذا والكذا. طيب في ناس قال لك هولي نحن لازم نلهيهم بشيء آخر. ليش بدهم يوصلوا لموضوع نورانية الإمام علي؟ خلينا ننزلهم للحيوانية، خلينا نروح نجيب لهم شغايل من الأسود والنعاج والهالأمور كلها. بعدين بيصير الإمام علي نسر، بعدين بيصير كذا، بعدين مثل ما عملوا بأبو فضل العباس وأسد الدجيل بيسموه. ليه؟ لحتى يلهوا الناس عن موضوع النورانية الحقيقية، العلوم الحقيقية بمعدن العلم الحقيقي. انت لما تسأل عن أسد انه الإمام علي أسد ولا مش أسد، شو بكون ربحت انت بالموضوع؟ حولته للحيوانية يعني؟ ليش هو بده يكون أسد؟ الإنسان قادر انه يكون أقبل. هذه الصور التشخيصية اللي انتم بتشوفوها أيها الأحبة هي نابعة من أشياء قديمة إبليس خطط لإلها. إبليس خطط لإلها. إبليس ليس مش شخص طبيعي، يعني مش إنه روح حقيقي، مش روح طبيعية مثل ما أنتم بتعتبروه. لا، لأنه هو خطط لإلها في السابق. قال لك بعد 200-400 سنة 300 سنة في يستعمل هالصور التشخيصية اللي أنتم كنتوا تصوروا. يوقف الإمام علي حامل سيفه تحت منه الأسد. لا، على القوة. طيب وين هو الإمام علي النوراني؟ الله خلق الإمام علي حتى نشبه أسد؟ كيف نتخلص من الخيال؟ الخيال كخيال نحن موجود، نحن نستطيع التخلص منه بسهولة. هنالك تدريب للنفس. شو التدريب النفسي بيكون؟ الابتعاد عن المواضيع الخيالية اللي هي مثل اللي تحدثت عنها هلا، محاولة تشخيص كل الأمور وأهدافها الإبليسية الطاغوتية. نعم هذا الموضوع شوي صعب، ممكن يقول الإنسان طب نحن موجودين بحياتنا بس لنعمل. نعم أيها الأخ العزيز، إذا أنت تكون على دراية وعلى علم، تذكر سلمان المحمدي، تذكر أبا ذر الغفاري، تذكر المقداد، تذكر عمار بن ياسر، تذكر هؤلاء الأشخاص، تذكر بلال بن رباح، تذكر هؤلاء الأشخاص العظام اللي كانوا مع أمير المؤمنين واللي كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نحن يا الحبة نحن موجودين في ذلك الطيف، بعدنا موجودين في طيف رسول الله. ما تصدق هذه الآية، بقول لك الأقربون الأقربون، ما تصدق هذه الآية.
الأقربون مش بالزمن، الأقربون بالعمل. ما تصدق أول شيء السابقون السابقون، ما تفكرون أن السابقون يعني هؤلاء اللي موجودين كان حد رسول الله هن صاب. طب نحن شو زمنا بالتوزيع الزمني هذا؟ سابقون السابقون الذين سبقوا إلى الولاية، تسابقوا في موضوع العلم، تسابقوا في المعرفة النورانية. ما بتقدر تعمل هذا الموضوع إلا بموضوع دعاء. يا رب يا رب اهديني إلى أحب خلقك يا رب عن طريق خلقك، وعملها بدعاء صحيح. ابتعد عن هالمواقع كلياتها، عملها ديليت. انت مش مطالب فيها، مش مطالب انك تقرأها، مش مطالب انك تفوت فيها. اذا انت مش محصن نفسك وما عندك علم صحيح وحقيقي، انت مش مطالب انك تفوت فيها. اليوم نحن نواجه صراع مع ابليس نفسه. قلت لكم تتذكروا، قلت لكم عن الانبياء كل نبي اسمه ابليس هو ابل ياسين. انتبهوا، ابل ياسين يعني لديه القدرة على المعرفة الغيبية في طرق معينة. هذه الطرق اللي هي إلها أسباب دخولي على الجسم وعلى العقل وعلى موضوع العقد. لما بيقول لك قل أعوذ برب الفلق، هذا موضوع العقد الموجودة ونشر النفاثات في العقد. فنحن عم نتعامل مع كائن ذكي جدا، كائن صار له تقريبا 16,000 سنة يفكر في كيفية ضلالنا. كائن قلت لكم من قبل خلى الجنود ترفع هذا الاصبع على بعضها البعض لحتى يهينوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهن يقصدوا شيء اخر. كائن لحتى نحن صرنا نلمذ بعضنا ببعض بسباب، لانه هذا السباب ممكن يكون مهدم للقران الكريم. لما قال الله عز وجل كمثل الحمار يحمل اسفار، اشتغل على هذا الموضوع 600 سنه لحتى وصل لهذه النقطه، اشتغل على مواضيع كثيره الاف السنوات لوصل لهذه النقطه. فنحن لما نجي نلاقي المحصلة اللي قلنا نحن قبلنا ما في حدا نبهنا عن هذا الموضوع، هيأخذ 40 سنة من حياتنا نوصل للنقطة. بعد منا كم سنة بعد منا نعيش منموت، بعدين بيرجع كلياته بيرجع بينهد من أول وجديد، كلياته لازم بيرجع يندرس من أول وجديد. لأنه إحنا كمؤمنين لسنا حالات تراكمية فوق بعضها البعض. نحن شو بنعمل؟ نحن من 10 سنين إجا عالم قدم علوم، مصرنا قاعد ندور على الأخطاء الموجودة في الكتب لتكفيره. لما يجي واحد بيقول لك شو رأيك بهذا الشخص، قدم أشياء مهمة وقدم أشياء غير مهمة، نأخذ أشياء المهمة ونكمل بها. على كل حال إن شاء الله أكون وصلتكم هذه النقطة. حبيت أكون معكم اليوم على اليوتيوب نتحدث بها. بتمنى أن تكون نقطة انطلاق أيها الأحبة. كل واحد بيسمع هذه المحاضرة وصل لهذه النقطة بشكره انه وصل لها، بشكره انه عم تعطيوني من وقتكم ومن ثقتكم للوصول الى هذه المعلومات. المرحلة الجاية شوفوا كل المعلومات الموجودة على اليوتيوب وقارنوها باللي قلت لكم اليوم، هل هو مهم لمعرفتهم بالنورانية ولا هو فقط لتضييع الوقت ولتكثيف الخيال الذي هو يدخل في التشخيص الشعوري الشيطاني. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.